النهارده معانا اغرب سان يونغ تيفولي في مصر. هي جايه من كوريا ذوي الهمم، زي ما انتم عارفين العربيات اللي بتيجي من كوريا بتبقى غالب الاحيان كده، ودي مختلفه خالص، ملهاش اي علاقه باللي بتشوفوه في مصر برضو، ومتنفخه تنفيخه وراكب لها كيت غريب من نوعه، العربيه فريده من نوعها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في العربيه دي، يلا بينا. صاحب العربية جابها من سنة بالظبط، اوكي، من شهر 7 اللي فات، كانت بحوالي 255,000. مواصفة التيفولي، انا كنت عملت لو فاكرين الاكس ال في اللي هي الاطول قوي، اطول فيها بتاع 25 سم، يعني عربية اكبر شوية من ورا ممتدة، وكنت قلت لكم انها نفس قاعدة العجلات، فهي انا برضو قاعدة العجلات 2.6 بالظبط. الطول 4225 ملي بالظبط، اوكي. والتعليق الامامي ماك فيرسون، وطبعا هنا متصل كابل تورشن بيم الخلفي. الموتور ال 1600 سي سي، التنافس الطبيعي ال 128 حصان و 160 نيوتن متر على ناقل حركه 6 سرعات الاوتوماتيك الايسن. تعالوا نشوف الاختلافات بقى عشان كتير قوي. تعالوا نبص على العربيه من قدام، فبصوا بقى الاختلافات دي، واخدين بالكم الحته دي؟ دي برده جزء من الكيت هتشوفوها متكرره في ظهر العربيه تاني. وصاحب العربيه المصري عمل دي بالاسود وبرده دي بالاسود، والانوار في العربيه LED، وعلى العالي سابوا برده هالوجين، ما تفهمش ليه. ده انا بتكلم على الصاحب الاصلي بتاع العربيه الكوري. والسقف صاحب العربيه هنا المصري بقى خلاه اسود، والمرايات سودا فبقى تو تون وبقى شكله حلو، حتى الروف راك خلاه بالاسود فبقى شكل العربيه حلو. والموتور، الموتور كلنا عارفينه، ال 1600 ال 128 160، اوكي. ولكن بصوا على المنظر ده، الكيت اللي راكبه هنا، بصوا التنفيخه دي كبيره ازاي. ليه بقى؟ صاحب العربيه الاصلي الكوري، بصوا الكاوتش، بصوا مقاس الكاوتش 245 45 18، وبصوا الجنط بارز ازاي، وطبعا عامل كويل اوفرز ومغير السسبنشن خالص ومغير الفرامل والديسكات. انا ما شفتش حاجه زي كده، بصوا كروس دريلد، بصوا الفرامل هنا 4 بيستن كاليبر، حاجه خرافيه على الموتور. طبعا ده غير العرض 245، لا يعقل بجد، انا المنظر غريب من نوعه، واكيد هتاثر قوي في تركيبه العربيه. العربيه طبعا بقت اوطى قوي للارض لان مركب كويل اوفرز والسسبنشن مغيره خالص، وما جاش جنب الموتور برضه، دي الحاجه الغريبه. اما التكمله فهي هي بالظبط. في حشره يا جماعه عماله بتلدعني من النهارده كده، مش فاهم في ايه بالظبط. وبرضه مركب الحته دي من تحت جزء من الكيت، وجعل الكاوتش الخلفي نفس الحكايه بالظبط، برضه التنفيخه اللي من هنا اللي راكبه على الاصلي، وبرده 245، وبصوا برده الكاليبر الخلفي، ما مش يعني مش كروس دريلد هنا، لكن برده فرامل رهيبه في العربيه. اما بقى من الظهر، فالاغرب والاغرب من الظهر ان جه هنا وعمل برده الجزء ده اللي بيطابق الجزء الامامي، وثلاث فتحات شكمان، اتنين شغالين ودي غالبا مش شغاله لانها مش متهببه. لكن العربيه دي ملهاش اي علاقه بالتيفولي اللي احنا نعرفها، اوكي. ده من بره، تعالوا نشوف بقى من جوه، لان التغييرات اكتر واكتر كمان. زي ما شفتوا العربيه من بره شكلها غريب من نوعه، من جوه فكرتني بايه؟ باول لما دخلت بيها على طول العربيه فكرتني ببرنامج، مش عارف لو في حد فيكم كان بيتفرج عليه، برنامج امريكاني اسمه بيمب ماي رايد، بياخدوا عربيات ويخلوها كده شكلها غريب جدا وروش جدا وفانكي، وفعلا بيمب ماي رايد. بصوا الانوار ال LED اللي في العربيه، بصوا اللي في البيبان، اوكي، منظرهم غريب ازاي. نقط 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 عامله بتوع زي بتوع رولز رويس. وبصوا السماعات، وكمان عندك ظهر الكراسي حاطط انوار جامده جدا، وعندك برضو هنا ال اي دي الستريب دي بالاحمر، اوكي. بصوا بقى بتقفلوا منين، زائد برضو السقف حاطط مازنجر في السقف، بجد الراجل غريب من نوعه. زائد دول طبعا كلها الوان كوريا عشان تبقوا عارفين، دول ودول ودول، وكل الثيم بتاع العربيه الجناب بتاعه المقابض كلها، وحاطط شاشات صغيره في الجناب بتاعه البيبان من هنا، الشاشات دي ليها ميديا كنترولر من هنا، زائد الشاشات اللي في ظهر العربيه اصلا في ظهر الكراسي حاطط شاشتين، الراجل غريب من نوعه بجد يعني. وعامل لهم مجموعه سويتشات من هنا زي بتوع الطياره بالظبط، ولاحمها وعاملها باين قوي اللحام كله من هنا كده. اقفل اول سويتش، تاني سويتش يقفل ال LED ده، السويتش اللي بعده يقفل الانوار كلها او تفتحهم واحده واحده. غريب من نوعه، لا يعني غريب من نوعه بجد، المنظر اللي عامله مش طبيعي. زائد اصلا العربيه بتنزل بايه بقى؟
تدفئة كراسي خلفية، تبريد وتدفئة الكرسي اللي أنا فيه، وتدفئة الكرسي اللي أنا اللي جنبي اللي جنب السواق، والكرسي بتاعي طبعا كهربا، زائد العربية فيها 3 درايفنج مودز. شوف احنا ما بنشوفش أي حاجة ازاي، ايكونومي ووينتر وباور، وفيها ثبات الكتروني، وفيها كمان تدفئة طارة فوق البيعة، يعني فولي لودد. والتكييف بتاعها 2 زون. بص هدور لكم العربية. التكييف هنا اوكي 2 زون. انا مش عارف، العربية غريبة من نوعها، عمري ما شفت عربية زي كده، دي بجد مختلفة. هنا الحركة هو الست نقلات الايسن العادي، والشاشة دي برضه هو حاططها بس كلها بالكوري، فمحدش مأي في حاجة فيها يعني، ولكن تطفي التكييف من هنا، والباقي بقى الحاجة الوحيدة الطبيعية. حتى دي برضه فهي مختلفة، غالبا فيها كاميرا بس مش شغالة للأسف، وبتلعب أصوات. دي برضه مراية كاستم وبتعكس يعني اللي فيها تعتيم إلكتروني عشان ما تتعبش اللي سايق، وبرضه فيها فانكشنز. عربية غريبة من نوعها من جوه بجد، والأنوار ومازنجر ده كوم تاني. تعالوا نجربها على الطريق. ازيك يا حسام، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ عربيه مختلفه تماما، توتالي بيمت، يعني معمول فيها شغل من جوه، انوار بقى وحركات والانوار. وعلى فكره الالوان اللي هو مستخدمها فيها الوان علم كوريا، الاحمر والازرق. الازرق اللي الاثنين في علم كوريا الجنوبيه طبعا، اللي بيسال يا جماعه اكيد حاجات مش كوري شمالي يعني. اوكي، العربية زي ما شفت من جوه فريدة من نوعها، ومن بره فريدة من نوعها طبعا. انت جايبها ما شاء الله بسعر ما حصلش، اوكي الحمد لله. لكن اللي عامله بقى في التعليق دي ما بقتش تيفولي اصلا، اوكي، والفرامل يا جماعه، اوكي هي. التعليق والفرامل مختلفين من نوعهم. اولا العربية فيها مود اسمها باور، مش انها فرقه قوي، انا حطيتها في المود اسمها باور. وعلى فكره عشان تبقوا عارفين برضو، العزل في العربيه افضل بكتير من اللي انا كنت عملتها الاكس ال في، لو فاكرين كان انتقادي فيها للعزل. لا، العزل هنا برضو مختلف خالص. الاداء غالبا هيطلع هو، يمكن التسارع يطلع اوحش، لان الثانيه كانت عاملاها اعتقد في 12 حاجه 97 رقم كده او 79، مش متاكد قوي يعني، مش مهم. لكن الثبات بتاع العربيه اتبدل، بقت هاتش باك هوت هاتش، فاهمين يعني، عربيه حاده جدا على الطريق. والفرامل فعلا حسام كان بيحذرني قبل التصوير، يقول لك خد بالك من الفرامل لو عديت عليها، بس كده مجرد بتعدي، مش لازم تلمس حتى، بتعدي بتفرمل. طبعا فرامل مبالغ فيها، ما اعرفش كان عايز احط موتور طياره وما عرفش يكمل المشروع. دي اكتر حاجه ضايقتني في هو كان ناقص موتور الطياره بجد. انا مش فاهم، هو الراجل كان مجهزه تجهيزات غريبه من نوعها، هو ركب الزراير بتاعه الطياره ونسي الموتور بالظبط، وعرض الكاوتش، والكاوتش طبعا بالكويل اوفرز بالسسبنشن الرياضي اللي هو عامله، وما جاش جنب الشكمان عشان تبقوا عارفين، يعني التلات فتحات شكمان دول الصوت بتاع العربيه ستوك، وهو الشكمان فيه علبه البيئه وكله، ما جاش جنبه خالص. لكن الثبات بقى في حته تانية خالص في العربيه، العربيه بقت اتبدلت، هو معرضها قوي. وطبعا السسبنشن بقى انشف بكتير، مفيش شك، العربيه اتبدلت بجد، ما عنديش حاجه تانية اقولها لكم غير انها اتبدلت. وطبعا الثبات بتاعها على الملفات غريب من نوعه، غريب من نوعه، ولكن الاداء هو يعني، هو وقف على الموتور، ما اعرفش ايه اللي حصل، ما كان كمل جميله وبعتها لنا بعربيه تربو. وفي التعليق بص، بتنزل في المطبات رهيبه طبعا، تعليقها ناشف مفيش شك، وبترتد شويه يعني، برافو تعديل. وبعد يعني بالمناسبه كمان، هو السسبنشن ناشف وكله، بس عشان البروفايل بتاع الكاوتش 245، فمش مؤلم يعني، ما هياش فظيعه، هو شايل عن السسبنشن كتير. وفي الملفات طبعا كاوتش بيلف معايا في العربيه اوكي يعني لسه بتاندرستير، ولكن نشفت اكتر بكتير بكتير، مفيش وجه مقارنه. انا ما كنتش اقدر اعمل كده بتيفولي عاديه خالص يا جماعه، خالص اللي انا بعمله ده مفيش تيفولي تعمله. لو عملتها بالاكس ال في غالبا تقلب عادي يعني. هو كان قدامي الاكس ال في، بس حضرتك زي ما وضحت قبل كده ان قاعده العجلات واحده، فهي اصلا الجزء الكبير اللي ورا ده بيخليها تعوم ومش ستيبل والكلام ده كله. وحتى علقت انا فاكر في الفيديو انها بتتنطط كده، طويل بتتنطط في الاتجاه ده، خصوصا عشان هي كابل تورشن بيم. وكمان الديل طويل، فبيعمل حاجه اسمها مومنت، يعني بيعمل عزم دوران كده على الاكس الخلفي، فالعربيه بتعمل كده شويه، قاعد ورا بيتعب قوي، قاعد ورا بيتعب جامد. دي ملمومه الى حد ما، بس طبعا شنطه دي صغيره اكيد، اصغر يعني، الثانيه بحر بس يعني. انا شايف ان دي اشيك اصلا،
انا شايف ان دي شكلها اظبط يعني آه. لان ده الديزاين الاصلي والتاني عملوها شدوها كده بالظبط مطوها يعني شكلها غريب. حتى لو معلش بصيت على 3008 وال 5008 هما نفس العربيه بس مطوها عشان 3008 احلى. 3008 تحس نسابها صح مظلوطة. 5008 تحس انها ايه شدت برضه. انا اسف يا جماعه نعش طائر يعني المنظر بتاع عربيه اللي هو دي بقى اللي عامله زي عربيه الهيرس يعني الخدمات وكده. لكن التعليق طبعا بقى ناشف جدا في العربيه. كانت عايزه موتور تربو او موتور طياره عشان يشيل الكلام ده مش ممكن. محتاجه حاجه تانية وثباتها. بصوا هانز فري هانز فري غريبه. لا برافو عليه انت تبعت له رساله شكر صاحب العربيه. انا عايز اروح له اسلم عليه اصلا. لا ده اعجاز اللي عمله فيها في الثبات بالذات. العربيه بقت حاجه تانية خالص خالص يعني. يا دوب دلوقتي ابتديت احس بيها شويه شويه لكن غير كده برضو ممكن اكمل عادي يعني. ده غير انها وطيت جدا ما بقتش كروس اوفر اصلا ولا اس يو في ولا اي حاجه. اتبدلت بدلها من ايه. لا برافو. بس هو مزود الانوار شويتين ثلاثه حاجات كده وعاملها اوفر. بس هي الفكره كلها ان هي مش باينه لما بتطفي وعندك بقى التحكم فيها. فكده كده ما بشغلهاش. انا بشغل بس اللي هو الستارز اللي ايوه الستارز دي الستارز دي انا اعرف هو كان بيشتغل في رولز رويس قبل كده يعني. حد يقول لنا هو بيشتغل فين. لانه ده يا جماعه فك الكارت بتاع الباب اللي هو جنب الباب ده وخرم فيه خروم ولا اقل من ملي. ده الخرم اللي بيخرم البتاع عشان يحط النور بتاع ال اي دي ده اقل من ملي. ده زي بتاع رولز رويس بجد. انا ما ببالغش يعني اللي هو شعراء. ده مش عارف عامله ازاي. ده عارفين زي ما يكون مثلا عارف هو غالبا ايه غالبا ده اوبتيك فايبر وبيسخن ويدخله. هي الفكره كلها ان هو بيبقى فيها ابره بالجهاز والجهاز ده ليزر بيتحكم فيه ان هو حتى التوزيع هتلاقي ان هي سيمتريك مش عشوائي. لا لا ده رهيب. وبعدين طبعا في الملفات بص بقى يعني اقدر اعمل كده بتيفولي اكسل فيها يا جماعه او حتى التيفولي عاديه. نو واي كانت قلبت بجد ما بهزرش. بقت ناشفه جدا في الملفات. بص 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 بتعمل ايه. دي تيفولي دي تيفولي واخدها على حاجه و90 في الملف. دي تيفولي اي تيفولي عاديه كانت قلبت في الحته دي بدون مبالغه. وبرده بما ان ثقافته كوريا الجنوبيه حتى الرسمه اللي هو عاملها في السقف عاملها من الانمي. ايوه مازنجر. مازنجر مازنجر من الانمي. كان في التانيه بقى اللي مشهوره قوي معاه. خلينا في مازنجر دلوقتي يا جماعه. مازنجر كويس. يا مازنجر انا متخيل بعد كل ده التسارع يطلع اوحش اكيد عشان أكيد العجل اعرض. بس هي الفكره كلها في الـ في الـ في الباكج على بعض. انا شايفها لطيفه غريبه. لا بص هي انت ضامن ان مفيش حد في مصر عنده تيفولي زي دي. انا ماشي كل فعلا الناس بتبص. ولو حد طلع لك برولز رويس وحب يثبتك افتح له جنب الباب قول له انت عندك في السقف. انا عندي في السقف والباب. اتكلمنيش خالص. ماشي تعال نجرب التسارع. تعالوا نجرب التسارع. حاططها في المود اللي اسمها باور وهقفل الثبات الالكتروني. مش هيفرق مش هتفرق يعني. في اي حاجه تانية اعملها؟ لا ده موتور تنفس طبيعي اقدر اقفل ازاز ونجرب. 1297 او 1279 مش متاكد قوي بس يعني قرب ال 13 يا جماعه مش فارقه. منزل الفرامل درايف باور. تعالوا نجرب. اتناشر سبعة وعشرين اسرع شوية عشان غالبا دي الاصغر والاخف. هنا بقى في فرامل فممكن براحتي خالص اجي هنا وفرمل. شايفين فراملها عملت فيها ايه؟ ادت الانتظار كمان من كتر ما انا دوست فرامل جامد. فراملها ملهاش علاقة بالاداء. حسام مبروك عليك. عربية غريبة من نوعها وفريدة من نوعها يعني ما شاء الله بجد مختلفة مختلفة مختلفة. التسارع 1227 احسن شوية. طب الحمد لله عشان هي اصغر من الاكس ال في بحبة حلوة. كاوتش انا قلت هيخليها ما فرقش قوي يعني برضو. ويمكن لو عملت فيها داون بايب ممكن تاخد مش عارف قد ايه تاخد 2-3 حصان كمان
وتشيل موتور وتحط موتور طياره. الفرامل عملت تجربه فرامل غريبه من نوعها، عربيه منفرده مفيش حاجه تتقال غير دي اندر واغرب تيفلي جربتها في مصر، وما اعتقدش ان في حاجه تانية زيها، بالذات بالانوار اللي يمكن معموله بنفس جوده رولز رويس اللي في السقف في رولز رويس. بجد مفيش حاجه تانية تتقال. ميرسي يا حسام ان انت جيت لنا بالعربيه الغريبه من نوعها. لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.